نهار واني تيني جن جد جن لقاء ضم قران جن هذا ضم قران غانغ المناسبة السنة رأس السنة الأمازيغية وسبق سمينو قاون قعمارة وسبق سنون ذم جاز مينو ذم بروك السيتي مغخون ديال في سرخاء ذا رباح ذماني جندة سبحان قعمارة جد جيغ نهارا جغاري الشرف هذي ريغ جن ندوة ثقيت الجمعية ثم سمونت إجنت مسمونت ذا قصيتا ثم سمونت قناة ستازيري تيومي ذا توسنا ثم سمونت ثاني تيني ثقي جن نشاط نهارا خصنا الأمازيغية ونش جد جيغ مشارك ذي النشاط واني تيني طبعا يغيج الكلمة السورخ ذايس الاحتفال رأس السنة الأمازيغية الضرورة قارس الدولة واخت أختوش نهارا وانيتيني ذي جنجعيد رسمي ذي المستقبل لأن وانيتيني ذي جنجعيد مغربيين قعمارا يتشنغ التاريخ الناغ قران بأن غان غيجن التاريخ عريق ذم قران ذي ثماث الناغ جغاري الشرف إذا نتشاكر ذي ندوية ثاني تيني ذي جا يوقع ذي سيجن التفاعل ذم قران الحمد لله نتف بأنه الشباب يوذن قصيدة الشباب قعمارة حضان سجل عدد مغادر دوية ثاني تيني ومن أيس بيان بأنه يجل وعي الهوية الناغ يجل وعي الثقافة الأمازيغية وما نظني السيتي مغاو الناس قوس ذنبروك وعاوذ عاوذ غيجو ما نظني شكاغ قاع الطاقم يكمر أورو قصيدة خصوصا السي محمد قبل ديج المجهود ذنب قران ذي قصيدة وما يوذاني قجان ذي بلجيكا شكرا جزيلا نهارا نوز دواني تنغى تسفت نحتفل إذو سكس السنة رأس السنة الأمازيغية الجديدة نفحط تصم يدنو سداني تنو فذاي مازيغان تي مازيغين تحتفل نحياد يعني العادة التقاليد من جذور النخ نتمنى أنه منا يبيري سنة حميدة دي الجماعة من نعرف سكورشي دي المغرب سكورشي نتمنى أن الصوت النخ دي يوضغى مغربيين سكورشي دي مازيغان سكورشي حول العالم نسقادس بعد التهاني في المناسبة يسكر شيء سن قارس نقا يناس التشبس زي التاريخ في العادة في المزيغ وهذا خطاري بغض فبالعكس نتذا خيرين الدفع هم نويا إن شاء الله غزة شكاخ كل مسكر شيء